إن شاء الله تعالى نتكلم في نقطتين من باب التبيين للإخوة المستمعين. وأنا أحسب إنه أي زول هنا أخواننا جاي الحلقة دي داري يستفيد، لكن الكوراك والجوطة مرة ما بتنفع، لا بتفيدك أنت ولا بتفيد الزول جنبك. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ربنا عز وجل في هذه الآية حرم الغيبة، والغيبة حرام، الغيبة حرام بنص الكتاب وبنص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه في يوم من الأيام قال: أتدرون ما الغيبة؟ الحديث عند أبي داود من رواية أبي هريرة قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ده النبي عليه الصلاة والسلام دار يوريهم الغيبة هشنو، قال لهم: ذكرك أخاك بما يكره. انتبه بارك الله فيك، أزول يستمع عشان يستفيد. هنا بنقول لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا آيات وأحاديث، والواجب عليك أنت كمسلم تستمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام من باب التوقير والتعظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا له: ورأيت إن كان في أخي ما أقول؟ صحابة سألوه طوالي، قال له: لو كان أنا ذكرت أخوي ده بالحاجة الفيو. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فأول حاجة نتفق إنه أخوان الغيبة ما بيجوز، حرام، لكن العلماء استثنوا بعض أنواع الغيبة، استثنوا. أرجع لكتاب رياض الصالحين، عرفت؟ الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة ذكر باب كامل اسمه باب ما يباح من الغيبة، في 6 أشياء أباحوها العلماء واستثنوها من الغيبة، عرفت؟ فهذه الأشياء: أول حاجة التحذير، في مقام التحذير إذا كان الإنسان داري يحذر من زول، وإذا كان زول متظلم، عرفت؟ زول مشى المحكمة رفع قضية متظلم من زول، بيمشي يقول اسمه ولا ما بقول اسمه؟ بقول اسمه. وإذا كان زول داري يعرف زول أو زول مستفتي، فدي كلها بتجوز في الغيبة، عرفت الكلام ده؟ فإذا أنت داري تحذر من زول بتذكر اسمه. أسي في الدنيا دي، في الدنيا دي يا إخواننا بيناتنا كده في التعاملات الدنيوية، في معاملات البيع والشراء، الزول ماشي خاش السوق داري يشتري من السوق حاجة، وفي زول عارف إنه زول ماشي يشتري طماطم، بتاع الطماطم ده طماطم ودي كعبة، وأنت عارف، والزول ده جاك سألك قال لك أنا ما أشتري طماطم، بتقول لي فلان ده طماطم وكعبة ما تشتري منه، صح؟ طيب يا أخواننا إذا كان ده في الدنيا، في الدنيا ساي الدين كيف؟ فالدين أولى. ولذلك يا أخواننا الناس جابوا أشياء في الدين ولخبطوا في الدين، ده بيجوز غيبتهم، دي ما من الغيبة. بل ابن كثير ذاته في الآية البدينية دي: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال: والغيبة محرمة بإجماع، ولكن يستثنى منها ما كان للحاجة. أرجع لتفسير الآية، أرجع لك بسورة الحجاج، ده كلام ابن كثير وابن لك كلام النووي. فإذا كان يا أخوانا الزول جاب شيء في الدين ما هو من الدين، بل أعظم ما يخرب به الدين أمور العقيدة، أمور العقيدة الإنسان متهدم بها الدين، وما عندك أي عمل إذا أنت خربت عقيدتك، والله ربنا سبحانه وتعالى ما يقبل منك لا صيام لا صلاة لا حج لا عمرة لا بر والدين ولا أي عمل خير من أعمال الخيرات، عرفت؟ عشان كده لما نقول لك فلان قال وعلان قال عشان تحذر أنت، وعشان تسلم قلبك وتخلي عقيدتك في ربنا سبحانه وتعالى. طيب الناس جابوا خراب في الدين الإسلامي وفي عقيدة الإسلام في السودان وفي غيرها من بلاد الإسلام، ياتهم يا أخوان ياتهم، يا هم التصوف أصحاب الطرق الصوفية بجميع أنواعها خربوا عقيدة المسلمين، شالوا حق الله سبحانه وتعالى، أدوا المخلوقين وأدوا الموتى. فلحنا ما نقول لك يا أخي الزول قال كده وكلامه باطل، ده ما من الغيبة في شيء، ما من الغيبة في شيء، بل ده واجب على المسلمين إنه يبينوه، واجب. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وأما أصحاب البدع من أصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، ده واجب عليك، واجب إنك تبين للناس الحق وتبين للناس المضلين الكلام فيهم. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ربنا قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ربنا ذاته في القرآن ذكر ناس ماتوا زمان، ماتوا أكل عليهم الدهر وشيء. ربنا ذكر فرعون
وذكر هامان، ربنا قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، هذه غيبة؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى ما ذكروا، لكن ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يدلل لنا إنه زول بيخرج في دين الإسلام وفي عقيدة المسلمين واجب يتكلم فيه وتحذر الناس منه. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه ناس ناس عديل بعينه، تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله البجلي، قال ألا تريحني من ذي الخاصة؟ ذي الخاصة ده قالوا صنم كان بيعبد في اليمن، كان بيعبد في اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام جاب اسمه، وجاب اسمه، جاب اسمه. وأيضا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أحد الناس، دق له الباب، فسيد عائشة جاءت قالت له فلان داري يخش عليك، قال النبي عليه السلام إذني له. فلما خش وشاف النبي عليه السلام قال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة كما جاء في الرواية. لما مشى السيد عائشة قالت له لما كلمتك ها قلت إذن له، ولما جاءت قلت بئس أخو العشيرة، قال له قلت كده ليه؟ قال يا عائشة، يا عائشة إن شر الناس عند الله من يتقى لفحشه، أو كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أشخاص بعينهم. وفي بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أي نعم ده من باب التعريض، لكن ده العلماء قالوا لشنو ذاته؟ تفهم المعلومة جد سادك. العلماء قالوا ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام في بعض الحديث، وفي بعضها بيذكر عديل. قالوا يا أخواننا في فرق، الزول لو عمل يعني معصية أو عمل له شر لكن له نفسه بس في نفسه ما نشره بين الناس، عرفت؟ ولا دع له ده، هنا ما بتقول مش تقول للناس فلان عمل وفلان أحذره، لا لا لا. شفت لك زوط طاقي بنقوية بورا هنا اسمه محمد الدحمد، بزي تقول أخواننا محمد الدحمد ذاك الشيء بالبنقوية ده ها زول فاجر ما تتبعوه ولا تعملوا زيه، ما بتقول كده، عرفت؟ لأنه دي معصية يروحه بتضر بها نفسه بس، لكن زول باع دعا له بدعة أو دعا له ضلالة أو دعا له شرك ونشره بين الناس، ما قالوا في بيتهم ولا قالوا لنفسه براو، كتبوا في كتب وقالوا في وسائل الإعلام في القنوات وفي الإذاعات وعملوه في أشعار بيمدحوه. زول يقول لك إنا وخطبهم في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، زي ما قال عبد الرحيم وقال البرعي، قلنا عبد الرحيم وقال البرعي ما نبذناه ولا قلنا إن على أبوه ولا سبيناه، قلنا زوجة قال كذا قال كذا، عرفت كلامنا؟ ونحن قلنا لك قوله بس ما أكثر من كذا. وزوجة لو ما داير الناس يقروا كلامه ده ما كان كتبه ونشره، كتب كلامنا ونشره. نحن جينا قريناه الصفحة 169 ديوار رياض الجنة، ونور الدجال إنا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. أنا لما نجي أقول لك يا أخي الكلام ده مخالف لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت، ده لابن عمه، إذا سألت فاسأل الله، ما قال لي أسألني أنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأولياء وسيد ولد بني آدم أجمعين، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لي وسألني أنا. البرعي قال لي أسأل إسماعيل الولي المدفون في كردفان هناك، أسأل الزول وخلي ربنا سبحانه وتعالى. فنحن لما نجي نجيب لك اسمه ونقول لك الزول قال باطي، دي ما غيبة، دي ما غيبة، ده من الواجب إنك تحذر من الناس الزول، لأنه أنت لو اعتقدت أول الزول وعملت بكلام الزول بتمشي جهنم، وربنا مخلدك في جهنم وما بتطلع منها أبدا، فهمت كلامنا؟ فلما نحن نجي نحذرك من الزول خايفين عليك، خايفين عليك، عرفت؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فهمت؟ وربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني شنو؟ ما عنده حجة على كلامه ده لحد يوم القيامة، وما عنده له دليل لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا سماه كفر، دعاء غير ربنا سبحانه وتعالى. دي النقطة الأولى، إنه كلام في الزيدين ما غيبة، ما غيبة، ده يجوز، وجبنا لك أقوال العلماء، كلام ابن كثير وكلام النووي في رياض الصالحين. المسألة الثانية، ده قال أنتوا ما بتتكلموا غير الكلام ده، ما عندكم لا كلام في وضوء، لا عندكم كلام في غسل، لا عندكم كلام في صلاة، ده من الدين، والكلام في الأشياء من الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الوضوء وعلمنا الغسل، لكن أنت لابد تعرف إنك ذاتك أنت بتغتسل لشنو؟ وتتوضى لشنو؟ مش عشان بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، مش هتقرب لربنا سبحانه وتعالى، لكن أنت لو اتوضيت واغتسلت وعندك عقيدة باطلة ماسك في ميت وفي ضريح بتناديهم في الشدايد يا شيخنا فلان تلحقنا وتفزعنا،
فهمت؟ عين فوق نادي بزوق، عين وراء نادي بشرع، عين قدام نادي الهمام. طيب انت ربنا سبحانه وتعالى وين؟ ربنا وين؟ خليت ربنا سبحانه وتعالى وبتنادي الميتين لو توضيت بالمحيط الاطلنطي، فهمت؟ ما بينفعك والله، ما بينفعك. عشان كده بيركزك في الدعوه للتوحيد، بيركزك في الدعوه في التوحيد، ما بينفعك لا وضوء ولا غسل اذا كان عقيدتك في شيخ. وده اعظم يا اخواننا ما وقع فيه الناس في بلدنا سوداننا، اعظم حاجه وقع فيه الناس هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله الذي لا يرى بلدي مقسمه، مقسمه كسل هناك، مسكين المراغنه عرفت، كردفان هناك، السمانيه ناس البرعي وغيره عرفت، الشماليه هناك ماسكين برضو في سيدي علي وغيره، بالرجال كذباس في نهر النيل كلهم ماسكين في شيوخ الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلذلك وجب انه اخوان الناس تركز في الدعوه لدعوه التوحيد. لازم الانبياء كلهم كلهم منه عليه السلام الى نبينا محمد عليهم جميعا الصلاه والسلام كانوا بركزوا في دعوه التوحيد، بل كل دعوتهم كانت في التوحيد، توحيد ربنا سبحانه وتعالى. وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى شنو؟ انك تفرد ربنا سبحانه وتعالى بالعباده، دعيت ربنا سبحانه وتعالى، عبدت الله سبحانه وتعالى. ها؟ تستعين بربنا سبحانه وتعالى، عبدت ربنا سبحانه وتعالى. تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، عبدت ربنا سبحانه وتعالى. خليت ربنا، دعيت المخلوق، عبدت المخلوق. خليت ربنا سبحانه وتعالى، استعنت بالمخلوق، عبدت المخلوق. وده الواقعين فيه الليله الامه السودانيه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن بنركز على دعوه التوحيد، بنركز على الموضوع ده، لانه ده اهم موضوع. بل القران كله ده في الموضوع ده، من سوره الفاتحه لحد الناس تقرا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. تعبد منه ربنا سبحانه وتعالى، تستعين بمنه بربنا سبحانه وتعالى لحد اخر سوره الناس. قل اعوذ برب الفلق، الاستعاذه دي برضه عباده، تستعين بربنا سبحانه وتعالى، تستعين بالمخلوق، معناه انت اشركت بربنا سبحانه وتعالى. فهمت الكلام ده؟ فده نقطتين، النقطه الاولى انه دي ما غيبه يا اخوان، الكلام في زيدل ما غيبه، بل من الواجب تذكر هؤلاء المضلين الذين اوقعوا الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبدوا الناس للخلق وخلوا ربنا سبحانه وتعالى. ده من الواجب انك تبين للناس هؤلاء المضلين وتحذر الناس من ديل، تحذرهم من ديل. اللي بيتك لو جاي زول يتزوجها عرفت وهو بيشرب سيجاره ولا ما بصلي ولا زول بتاع بنجويا، ها انت لو عرفته ما بتديه. وبيجيك زول لو انت ما عارفه وجاك زول قال لك يا اخي والله فلان ده بتاع بنجو ما تدو بيتك، بتقول له جزاك الله خير يا مولانا، كتر خيرك وردني حاجه انا ما عارفها. طيب ده ضلاله لنفسه، فما بالك اذا كان زول يا اخوانه ضلاله، ضل به نفسه وضل به غيره من المسلمين المساكين. ده واجب واوجب من ذاك ذاته انك توري الناس ذيل، وذاك اهم من ذا، ذاك اهم من ذا، لانه ذاك شرك بالله سبحانه وتعالى وضيع عمله كله، لكن ده عمل معصيه لنفسه وراه، ان شاء ربنا سبحانه وتعالى غفر له وان شاء عذبه، لكن ذاك ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفر له. ديل النقطتين اردنا ان نبينها للناس، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياهم. نقدم اخونا الشيخ محي الدين. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.